السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمد زهدي حرز الله، طالب في جامعة الشارقة، مولود في دولة الإمارات العربية المتحدة وعايش فيها من 20 سنة. بحب أهني بمناسبة عيد الاتحاد 40 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة الهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وراعي هذا الصرح الجميل جامعة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، وأهني شعب الإمارات وجميع الحكام والأمراء وأهل دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنين موافدين، وإن شاء الله تعالى نتمنى لهذه الدولة الازدهار والتقدم ومزيد من النجاح والتفوق في جميع المجالات على المستوى المحلي والعالمي. شكراً.